مش دلوقتي هي بتتاكل عشان معموله في الكراون واتقلبت، فطبعا اللي تحت هو اللي محمر. تمام. بس دي لايت خالص. بنجيب المكرونه اللي هي البراون وبرده الدقيق البراون. تمام. وبنعمل والبشاميل بقى. ما هو البشاميل الدقيق البراون بالبشاميل. والله يتعمل على البارد مع لبن لايت، وبعدين يتحط كله على بعضه، واللحمه المفرومه برضو. طب وهي نفس التيست يعني؟ هتدوقيه دلوقتي. هتدوقي انا لازم ادوق، انا هقول على فكره. لازم تقولي لي رايك. انا لازم طبعا اقول. طيب دي انا اقول لك، انا بقى ايوه انا اقول لك دي شكلها بانيه تشيكن او رول. ايوه تشيكن رول. برافو عليك. دي محشيه من جوه فلفل الوان وجزر. بس كده. طب دي متحمره ولا لا؟ دي محطوط عليها صلصه كده؟ هقول لك، دي الاول بلفها في فويل واحطها في ميه مغليه نص ساعه، وبعدين بطلعها وافكها وادهنها صلصه وتحطيها في الفرن. واحطها في الفرن.